المبادرة الدنماركية المصرية للحوار، شغالة من سنة 2004. برنامج التعليم من أجل المشاركة بالخصوص ابتدى من 2014، كان ليه شكل معين في الديزاين بتاعه، وبعد كده بداية من سنة 2017 بقى ليه شكل تاني في صورة معسكرات، في 7 مناهج مختلفة، كل معسكر بيتم تدريس فيه المناهج دي، في المناهج الخاصة بالسياسات العامة، الإدارة الرشيدة، الاقتصاد والموازنة العامة، الجندر، كل دول بيتم التقديم عنهم عن طريق الصفحة الخاصة ببرنامج التعليم من أجل المشاركة على الفيسبوك. المخرجات العامة هو أن بيتم تخريج من كل برنامج من دول حوالي 20-25 متدرب، بعد ما بيخلصوا مفروض أن هم بيقدموا مشروعات أو أوراق سياسية أو موجز أوراق سياسية، وبعد كده بينضموا لخريجي برنامج التعليم من أجل المشاركة اللي هو حوالي دلوقتي حوالي 400 وحاجة. أولا بيبقى على حسب الموضوع اللي هم مقدمين عليه، فبيبقى بالأساس لو هو ليه ذو صلة شوية بالموضوع اللي هو مقدم عليه سواء سياسات عامة أو اقتصادي، يبقى اتليست مش لازم يبقى معرفة كبيرة، غير كده ما كانش هيقدم، ولكن يبقى اتليست عنده المعرفة المبدئية بالموضوع. شباب من عمر 18-30 سنة، ناس بتشتغل في المجال العام، ليها خبرة شوية في المجتمع المدني أو في مجال التطوع، وممكن يبقى حد لسه بيدرس، ممكن يكون حد خلص تدريبه ولكن مهتم ان هو يعرف أكتر عن الموضوعات دي.